السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. تاريخ تسجيل الفيديو 14/8/2020 يوم الجمعة. طبعا جمعتكم مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله فرج قريب على الأمة الإسلامية جمعاء. فيديو اليوم يا جماعة الخير يتحدث إنه بعض الأشخاص بده يجي يحجز دور تحديث بيانات على رابط إدارة الهجرة اللي هو رابط البيازيد أو السلطان بيلي نفسه، طبعا سلطان بيلي نفسه أورفا نفسه تبع غونيا، هو الرابط واحد. لما يجي تحجز دور تحديث البيانات يدخل بياناته، يكتب له الرابط أنه لا يوجد سجلات أو قيدك واقف أو راجع دائرة الهجرة أو ما شابه ذلك من العبارات الموجودة. يا جماعة الخير، أنا من خلال تجربتي مع العالم احيانا عم يصير شيء خطا بالسيستم. يعني مثلا يجي الشخص يقول لي يا اخي والله دخلت بياناتي مثل ما موجوده بالكملك، تمام يا اخي صحيح. احيانا يصير خطا من الموظف، يعني يطبع لك شيء بالكملك وعلى السيستم موجود شيء اخر، تمام. انت بدك تجي تدخل تفتح رابط تحديث البيانات، تمام، تدخل 99 تبعك واسم الاب والرمز، طبعا بعد التحديث الجديد الرمز الحرفي، تمام، يعطيك لا يوجد سجلات راجع دائرة الهجرة. يا أخي الكريم، حل هاي المشكلة بسيط جدا. بدك تجرب مثلا كلمة محمد، محمد تنكتب بأكثر من صيغة، الأتراك يلفظون الديتي، فأحيانا بالطباعة الكملك موجود تي. تواصل معي واحد من الشباب قال لي والله عجزت يا أخي، قيدي واقف بدي اروح اراجع دائرة الهجرة. قلنا له طول بالك كتب لي اسم الاب، طبعا لا ما اعرف ولا يعرفني على التعليقات. كتب لي اسم الاب مصطفى MOUSTRTF، تمام، فمزودين بالطباعة بالكملك مزودين او. والله جيت على المترجم كتبت على المترجم مصطفى، يطلع لي انه ما في او. قد يلا بدي اعلق له على الكومنت انه ما بي او من دون او، تمام. طبعا راح اشوفكم التعليق اني حاليا ان شاء الله. الشب ايش اسمه، هاي هو، ها شوفوا يا جماعة الخير، كتبت له اكتب لي اسم ابوك، كتبت له لحظة شوي، كتب لي انا، قلت له نعم انت، مو مشكلة بكملك. طيب كتب لي اسم الاب، شوفوا MOUSTRFA مصطفى. فانا رحت على المترجم تبع الجوجل، حطيت مصطفى، طلع لي بهي الشاكله. بتخليه يجرب، طبعا هو على الكملك موجود مثل ما هو كتب لي اياه. في عنده خطا بالسيستم يا جماعه الخير، السيستم تبع الكملك، يعني بالسيستم الموجود بالبيازيد او بسلطان بيلي او باداره الهجره بشكل عام موجود مصطفى، موجود مصطفى الثاني اللي انا اعطيته اياه، علكم لك مطبوع بزياده حرف او. تصير يا جماعه الخير عادي، يعني ما في اي شيء. لما تروح على الموظف نبهه انت، بس انت حاليا احنا بدنا نحل مشكله انه الحجز، تمام. تحذف الاو، كتبت له ايش صار معك، قال لي لحظه اكتب لي، خذ راحتك محمد ابراهيم، كتب لي اشتغل. شوف، وبالاصل هو ضايف حاله على جماعه اللي تحت ال 18. احيانا الموظف يعني اذا الموظف مثلا عند ما يقبل، يعني ما راح يدخلك انت عمرك فوق ال 18 تدخل حالك مع اللي تحت ال 18، ما يقبل الموظف. في سيستم موجود عنده لازم تكون اسمك موجود. احيانا الموظف يقض النظر، هو الحال يضيفك او ما شابه ذلك او ما، تمام يا جماعه الخير. هي حل موضوع راجع دائره الهجره. طبعا التجربه خير دليل، راح نروح على رابط تحديث البيانات ونفرجيكم التطبيق العملي، تمام. هاي رابط تحديث البيانات كالعادة أنا محتفظ فيه بصندوق الملاحظات تبع تليفوني، دخلنا عليه. طبعا خلي الناس اللي ما عم يعرفوا شلون يحجزوا، طبعا هاي الواجهة راح يبعث لك الرمز أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. راح ندخل على ثلاث نقاط، هاي العرض بسطح المكتب وكأنك داخل من كمبيوتر، هاي أعطينا العرض بسطح المكتب، تمام. نخلي الرابط يحمل شوي، اي ندخل رقم الكملك 99 مؤلف من 11 رقم، اسم ابوك مثل مو مرسوم بالكملك، تمام.
اسم الوالد مو مثل مو مرسوم بالكم، لكن ندخل اسم ال 99، قال لي ندخله وهمي حاليا. تمام، 3-4. ندخل اسم الاب. طبعا يا جماعه الخير، اسم الاب دخله مثل ما موجود بالكملك بالاحرف الكبيره، يعني مو دخلت هيك صار صغيره، ما يجوز الكلام هذا، بدك تدخله بالاحرف الكبيره. وفرضا احمد بالتاء، ما راح اضيف بالدا. تمام، رمز الهاتف المحمول. تمام، راح ايضا ادخله بشكل 10-5-0-7. تمام، في ناس ما عم يعرفوا يدخلوا رقم الهاتف. يا جماعة الخير، هاي الشخطة ما لازم تظل. نجي على ثاني أول حرفين أو ثاني حرفين، حطين الإشارة، نفتح لوحة المفاتيح، نحط الإشارة هاي شخطة. شوفوا مشي حاله، شايف مشي حال الرقم 0507 كذا. تمام، نضغط على إرسال رمز التأكيد. طبعا نعطيه نعم مشان يجيني رمز تأكيد، وبرمز لازم يوصلني على التليفون. تمام، هاي هي، شايفين؟ تحذير، لم يتم العثور على المستخدم، يعني بمعنى راجع دائرة الهجرة انه انت ما لك سيستم على نظام تحديث البيانات. تمام، نجي احنا شو نسوي؟ هذا اسم احمد. تمام، نجي نكتبه باكثر من صيغة. تمام، نرجع ندخل هذا البوست اللي انا نزلته كتبته انا بعيد طبعا. عفوا، راجع دائرة الهجرة، لا يوجد سجلات، عبارة يكتبه لك موقع تحديث البيانات، ايش السبب شو الحل؟ السبب احتمالين لا ثالث لهما، اما الاحتمال الاول فعلا سيستمك واقف، قيدك واقف من ادارة الهجرة، لازم تصور الشيء، تطلع من رابط تحديث البيانات وتروح تاخذه على الادارة الهجرة، تقول لهم اخي انا قيدي واقف، يا ريت يعني طلعت لك هاي العبارة كامل، هاي تاخذ لقطة شاشة. تمام، خذينا لقطة الشاشة. صار بالاستوديو، تروح على اي مكتبة. تمام، تروح على اي مكتبة تقول له اخي انا بدي اصور هاي الصفحة. طبعا اذا في حال قيدك واقف فعلا، ها، لا تتخذ اي قرار قبل ما تجرب الاحتمال الثاني. تروح على البيازيد، يدخلونك على الغرفة يو مباشرة، ان شاء الله يدخلونك على الغرفة يو خلال 10 دقائق او 5 دقائق، يفعل لك اياها الموظف. الموظف ايش يعمل؟ بس يصحح الاسم، يعني بالعربي يسوي لك اياه مثل ما موجود بالكملك، يعني صحح وزود حرف او نقص حرف. هذا الامر يا جماعة الخير. تمام، الاحتمال الثاني انه تكون انت مخربط باسم الاب، لا اما كاتبه بالاحرف الصغيرة او انك مزود شيء، يعني انتبه من هذا الامر، احمد نزله احمد مثل ما موجود، او انه بس بالكملك موجود محمد مثلا، هاي خلينا احمد بالدال، لكن على السيستم موجود تي. تمام، على السيستم موجود تي، فانت بدك تجرب، حتى لو موجود على الكملك احمد بالدال حط تي، جرب وانطي دخول، دخل معك معناته امورك انحلت، يعني معناته انت طلع سويت حركة ذكاء، عرفت انه على السيستم موجود بطريقة ثانية. اتمنى الجميع انه يكون فهمان على كلامي وفهمان على الشيء اللي عم بشرحه. راح ارجع مرة ثانية على رابط تحديث البيانات مشان افرجيكم يعني الامر ان شاء الله. تمام، مثلا اغلب الاسماء اللي عم تتخربط بالسيستم هي محمد، شوف شلون تنكتب محمد بالدال بالتاء، محمد شوف بالواو شوف شلون هي محمد، احمد واحمد، احميت احميت بالدال وبالتاء والاي والاي، علي شوفوا هاي النقطة، اي من دون نقطة، اي بنقطة، هاي كمان انتبهوا عليها، كثير من الناس يخربطوا فيها، حتى هاي حرف الاي حتى لو كانت الكلمة بنص هذا الحرف بنص الكلمة، جرب مرة واثنين وثلاث. اغلب الناس عم يخربطوا كمان لما ياخذوا دور نفوس، يا اخي حتى النقلة اذا في فراغ سويه، اذا في سكون نقطة اعملها، لا تخلي يعني مجال مثل ممرسوم بالكملك، ما ضبط بلش عدل. يعني اغلب الناس يخربطوا بهي الاحرف دال والتي. تمام، او انتبه انه في نقطة نقطتين او ما في، يو 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 او او او
نقطة A E C J أو C ش S ش. تمام، انتبه من هذا الأمر. هاي الأمور أنا راح يعني أشرح الموضوع من كافة جوانبه يا جماعة الخير، يعني حطيت لكم جميع الاحتمالات، جربها، ما مش الحال وظل معند أنه راجع دائرة الهجرة أو لا توجد سجلات، خلاص صور هاي وطلع على البيازيد. تمام يا جماعة الخير. تمام، أتمنى يكون شرحي وافي وكافي. راح أرجع على رابط تحديث البيانات، فرضا اسم الأب علي، لأن انتبهوا بالأحرف الكبيرة في أ من دون نقطة وآي بنقطة، هاي كمان تنبهوا عليها يا جماعة الخير. تمام، تعطيه دخول يدخل معك بشكل نظامي طبعا. تمام يا جماعة الخير، أتمنى أنه الشرح كافي ووافي للشخص اللي عبي يكتب، يروح على رابط تحديث البيانات يكتب لا يوجد سجلات أو راجع دائرة الهجرة، جرب هاي الاحتمالات اللي حطيت لك إياها. طبعا أنا هاي الاحتمالات راح أترك لك إياها بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. طبعا أنا راح أحط لكم أيضا رابط تحديث البيانات مع الشرح أيضا بنفس البوست، أسفل البوست راح أحط لكم إياه. تمام، مشان الناس تتنبه على هذا الموضوع. هذا راح أتركه بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب الشرح. تمام، أي سؤال أي استفسار أي حدا مخربط باسم الأب يعلق لي باسم أبوه مشان أصحح له إياه، أعطيه كافة الاحتمالات. تمام، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. لا تنسونا من فضل دعائكم بظهر الغيب لي ولأمي المتوفية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.